هدى قلت لك احترمي ذكائي. وانت متى راح تحترم ذكائي؟ يبا ترى انا كبرت وكل ما اسالك. ماتت. قلت لك امك ماتت. زين شلون ومتى وليش؟ ما راح تجاوبني صح؟ هيا لا تسالني ايش فيني، لان انت اكثر واحد تدري شنو علتي. يبا يوم كنت صغيره كان جوابي حق الناس امي راحت عند الله، بس الحين كبرت وقمت احط الف عذر وعذر، بس خلاص خلصت الاعذار. انت حتى نصورها ما ادري ايش سويت فيهم. اذا تبي تعرف يبا ايش فيني، ترى هذا اهم شيء فيني. ليش قاعد يصير فيني كذي؟